برضو الحرب الاوكرانيه الروسيه في الاول انا قلت ان دي هتبقى ليها اثار ايجابيه واثار سلبيه. الاثار السلبيه طبعا البترول والغاز والقمح اللي كان بيطلع يروح شرق اسيا من اوكرانيا ومن روسيا وقف، لكن الاثار الايجابيه اللي هي الغاز والبترول اللي كان بيجي من روسيا يروح اوروبا بقى يجي من الخليج من تحت ويجي من الجنوب. وبالتالي ده عوض الفرق ده، يمكن زاد كمان عن اللي كان بينزل من الشمال وده بأعداد كبيره. فالحمد لله برضو احنا حققنا خلال الحرب الروسيه، لا يعني احنا خلال شهر 8 اهو وشهر 7 وشهر 6 الحمد لله حققنا ارقام برضو كويسه. طيب هل في يعني اقصد انه ما زالت الحرب الدنيا ما حدش عارف هتخلص على ايه ولا هتخلص امتى، وتوترات جديده بتحصل في على مستوى العالم، هل في تحفيز اخر او بنتكلم زي ما حضرتك قدمت بعض الحوافز او بعض التحفيز لجذب حتى حركه جديده، هل في تفكير في هذا الامر؟ شوفي حضرتك احنا دايما مجهزين السيناريوهات دي لكن بتستهدف في الوقت المناسب، لغايه دلوقتي احنا يعني خلال الفتره دي لا ما استخدمناهاش، لكن جاهزين لو حصل تاثير سلبي على قناه السويس في اعداد السفن والحمولات والعائد بالدولار نتيجه اي ظروف عالميه. فاحنا جاهزين يعني جاهزين احنا عندنا خبره بالذات من كورونا ان احنا نقدر نعمل ايه ونتحرك ازاي بس نعادل هذا الخساره لو تحصل. نعم. طيب سيادة الفريق، حضرتك في تصريحك بتقول انه تتكلم عن الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقه. حضرتك بتقول انه احنا عملنا ده وده كان اضافه جديده بالنسبه لنا، ايه موضوع الجيل الجديد؟ الحقيقه ان احنا الجيل الجديد ده اللي هو طبعا اللي الحملات بتاعته بتكون كبيره جدا والغطس بتاعه بيكون كبير والمركز نفسها بتكون كبيره تستوعب اعداد من الحاويات، يعني مثلا اللي احنا الجيل الجديد اللي احنا عدينا ده عدينا 8 مراكب اربعه بيشيل 24000 حاويه. الحموله بتاعته 224000 طن، يعني عايز اقول مركب رقم. يعني مش 224000 طن، يعني بيتكلم في ربع مليون الف طن من الحموله، يعني في مركب شوف المركب الغطس بتاعها 16 متر كانش بيعدي في قناه السويس على فكره، 16 متر 30 سم كانش يعدي الرقم ده خالص، اخر حاجه كنا اقصى حاجه كنا بنقول عليها 15 متر ونص، فبنعدي ده 16 30 العرض بتاعها 61 متر طول 400 متر، وعدينا الحمد لله 8 سفن من الاجيال الجديده. ده بيرسخ ايه بقى؟ ان قناه السويس جاهزه ان هي تستقبل كل الاجيال وكل السفن الموجوده في العالم. يعني الاجيال الجديده معناها حمولات اضخم بكتير. لو على طبعا التكنولوجيا اللي بتبقى فيها واستخدام الوقود سواء الميثانول او الهيدروجين. طبعا دي حاجات برضه تبقى مدخره. احنا بنتكلم احنا كتاثير على قناه السويس، احنا بنتكلم على الحموله والعدد الحاويات اللي موجوده على السفينه وطولها وعرضها. نعم. الغطس تحت، دول طبعا اهم عوامل احنا دايما بتاثر معانا، لكن هي طبعا جيل جديد يعني من ضمنها كمان بقى هاي تك اللي موجوده فيها في الاجهزه وفي المعدات والطاقه المتجدده والحاجات دي كلها. الحمد لله برضه نجحنا ان احنا نتواكب مع هذه الاجيال وجم قعدوا معانا الاول طبعا وشافوا قدراتنا ونقدر نعمل ايه وبتاع، فالحمد لله لما عدت واحده الثمانيه كلهم عدوا بسلام الحمد لله، فاحنا بنقول ان احنا فعلا جاهزين لمثل هذه السفن يعني. دايما يا فندم، دايما سيادة الفريق، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.